أزول الخوم أي ثما الصوت مزيان بعد الصوت الصباح خصا هذا مينيغ هذه اللايفا هذا مسفهمغ كيف يتم سرقة أموال الشعب وأموال الدولة من طرف الأجهزة الاستخباراتية بشتى أنواعها. كيفاش كيديروا يسرقوا الفلوس ديالك وديالي وديال هذاك طرق فنية اللي ما كتخليش لاطراس اللي هو خانات المحاسبة ما غاديش يجبدوها. كما كنعرفوا أنه مسطرة القانون الجنائي أو قانون مسطرة الجنائية ياك المخبر كيتكتم السر ديالو ما كيتعرفش ممنوع يتعرف الا مشى حتى شي ضابط يعني صرح بالمخبر ديالو كيتلقى العقوبات. استغلوا هما هاد القانون ديال المسطره القانون الجنائيه يعني هاد المسؤولين ديال الدي اس تي في المغرب كامل ماشي غير الناظور نهضروا على الناظور اللي كنعرفوا هاد الشيء انه كل ضابط وعميد ورئيس الجهة كتعطيله الإدارة العامة واحد كتكون عند واحد العلبة السوداء أي لاكيس نواغ بالمصطلح ديالهم كيخلصوا بها المخبرين. هما هاد المخبرين ماشي كاع كيتخلصوا اش كيديروا كيمشيو عند القدام كيمشيو عند الشيوخ كيمشيو عند الجيران ديالهم على اللي كيعرفوهم كيمدوا منهم معلومات بطريقة فنية وكيرفعوا تقارير الجهات العليا كيجمعوا معلومات من هاد الجهه كينتسقوا كيصيفطوا للجهات العليا كيصيفطوا الاداره العامه ديالهم بالله راه شنو المعلومات جاتنا من واحد المخبرين كيديروا في التقرير اسماء ديال المخبرين ديالهم حيت دايرين بهم ميساج كيتخلصوا عليهم. ولكن تحدى انه كيعطوه لهم عن طريق البنك كيتخلصوا بيدهم ما كيتعطاو لهمش في اليد ديالهم يعني انه حتى هما بعدا ما يخليوش دليل غدا بعد غدا هذاك غادر التراب الوطني بغى يفضحهم ما يكونش عنده كشي دليل وهما في نفس الشيء كيهضموا الحقوق ديالهم وكيهضموا حقوق ديال اعوان السلطه بصفه يعني بصف بعد اعوان السلطه يعني هما اللي كيستغلوا الوضعية ديالهم بزاف كيمدوهم بالمعلومات وكيستغلوها هما وكيربحوا عليهم دي بريم كبار منهم الإرهاب منهم بزاف ديال المسائل منهم المخدرات منهم السلفية الجهادية منهم بزاف ديال الحوايج. يعني هنا خوتي هنايا أنه إدارة العامة للأمن الوطني لا دي اس تي أو الإر جي أو دي اس ار دي ديال الدرك الملكي او لي فار ديال القوات المسلحه الملكيه او لا بي ام بي جي بوليس بي بريغاد ناسيونال جوديسيير الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه. قال لك الخوت يعني وضح لنا كل هادو يعني شنو كيقصدوا بهاد الرموز ديالهم. يعني هنا الخوت كيسولوكم طريقه فنيه وكيديو عليكم الفلوس باش غادي تلعبوها مطورين ما تعطيوهمش معلومات ماشي تعطيوهم بالمقابل لا ما تعطيوهمش. المغرب راه مشى بحالو باش نكونوا واضحين ما بقى والو يتهز القصر كامل ما بقى والو يدان الانقلاب. الاخ ما تصونيش عليا الاخ العريس الشيخ العريس الشيخ إلو ما تصونيش عليا خويا ما تصونيش عليا ما تصونيش عليا تنسالي اللايف الوقت ديال اللايف ما كاينش الهضره. يعني الخوت ديالنا كيستغلوا المعلومات اللي كتعطيهم انتم اللي كتبان لكم بسيطه ولكن هما كيكونوا اي يعني وكما كانت ديك المعلومه كتسمهم ماجيش يسولك راه هذاك الرقم التليفون اللي كيقول لك الله يخليك واش عندك نمره فلان هذاك الرقم راه كيدير فيه العوبي بزاف وكيربح فيه فلوس غا النمره ديال التليفون. اما انا هيك على العائله والشخصي وشي معلومات الاخرين هذوك بلا ما تحدثوا عليها. يعني هنا الاخوان ديالنا باش غادي نعرفوا كيفاش كيديروا كيستغلوا وكيسرقوا اموال ديال الشعب ودايرين المشاريع مثلا فينيزيا ايس نتحدى شي واحد يقول لي مولاها خاص فينيزيا ايس ديال لا دي اس تي وديال لا جيت فاش كتجلسوا فيها
العائدات واخا دايرين بلاد مولاها العائدات ديالها راه كيوليو ليهم هما اللي شاد ديال المارشي ديالها. وانا القصر الملكي ما بينش في الواجهه داير مجموعه ديال الشركات كبرى منها مرجان منها منها مرجان منها بزاف ديال منها الفرع ديال اسيما واخا كيكونوا شركات اجنبيه كيجيو هنا كيربحوا معهم بورسونتاج كيربحوا معهم واحد المقدار وكيدخلوا دوك الفلوس ودوك الفلوس بهم اللي كتكون عندهم لاكيسوار وكيخلصوا بهم. ناهيك عند السيارات التي تحجز كما كنقولوا الريفولي ولا الاموال ديالهم ولا الاملاك ديال اباطيرات المخدرات فاش كتشدها الدوله وكتبيعها في المزاد هاد الفلوس اللي كيمشيو للخزينه العامه كيمشيو لاداره الجمارك الجمارك كيدخلوا للخزينه العامه هاد الفلوس كامله كيتم التمويل ديال المخبرين داخل وخارج ارض الوطن في اسبانيا في بلجيك في المان في هولندا في جميع دول العالم ومنها كيعطيو الناس ديالهم كيمولوا لهم ليسانس ديالهم المازوت ديالهم الطيارات ديالهم اوتيل ديالهم كلشي ديالهم. علاش؟ حيت المعلومه دابا كتسوى الفلوس المعلومه كتسوى الفلوس المعلومه ولات تساوي اكثر من الذهب. الذهب الا داير 40000 فرانك للغرام الا وصل 40000 راه معلومه وحده تقدر تسوى الملايير تقدر تسوى الملايين. الا معلومه وحده جا واحد قال لهم داك الدار راه فيها متطرفين وجابوا شي ارهاب وكذا وتشدوها كيتخلصوا على الاتحاد الاوروبي وعلى امريكا فلوس كبار بينما داك اللي عطاهم معلومه كيدي غير 1000 درهم. يعني هنا لا مجال من اعطاء المعلومات باش نكونوا واضحين ما تعطيولهمش اما كيش نخدموا بلادنا اللي بغى يطرطق في شي بلاصه يطرطق اللي بغى يدير حيت كان الناس اللي كيطرطقوا راه الناس راه ماشي جات ولات ارهاب الارهاب صنعته الدوله بالطغيان ديالها صنعوا القصر الملكي صنعوا المسؤولين الكبار صنعوا الاجهزه المخابراتيه صنعوا القضاء بالاحكام التعسفيه صنعوا بسوء المعامله في الادارات. على داك الشيء كاين اللي عنده فكر ديال الارهاب وكاين اللي عنده فكر انفصالي وكاين اللي عنده فكر معارض وكاين اللي كيكتفي يحصل العون ديالو كنقدروا وكنشكروا المجهودات ديالهم انهم كيبقاو يطلبوا غير مطالب اجتماعيه بسيطه ومشاو عليها للحبس. الاخوان اللي كيطلبوا مطالب اجتماعيه بسيطه بعدا نصحكم ديروا اسقاط الجنسيه وراسلوا الامم المتحده باش يعرفوا بين المغرب نص المغرب ما باغيش هذه الجنسيه ما عنده ما يدير بها. ورا درت حمله وبزاف ديال الاخوان كيراسلوني وكنوريهم الطريقه ديال اسقاط الجنسيه المغربيه وبزاف ديال الاخوان اللي داروها وراه كيديروا على الصعيد الوطني اللي هزات اركان ديال المملكه المغربيه وجهاز القضاء ان في هذا اليوم تحطوا 30 اسقاط الجنسيه المغربيه في المحكمه ديال الرباط وكنتحداهم يقولوا لا. ومنهم ناس اعوان سلطه منهم ناس في العسكر منهم خزنيه ومنهم بوليس باش غادي نكونوا واضحين انه المغرب ما راهش مزيان. كنتسناو الاخوان ديالنا في اوروبا يمدوا اليد لخوتهم ماشي ماديا معنويا ويوصلوا الرساله باش تعرفوا الخوت المخازنيه العسكر المقدمين ديروا التعاليق اللي تعسفوا عليكم هنايا باش ولاد الشعب اللي ما عارفينش والمناضلين اللي ما عارفينش يعرفوه ديروا بالله انه في التعاليق هنا وبارطاجيو بالله فعلا كان كيجيو يطلبوا لكم اسقاط الجنسيه كانوا كيجيو كيطلبوا منكم المعلومات وما كتخلصوش فيهم ديروا باش يعرفوا. كنتحدى شي مسؤول في الرباط انه يقول هاد الهضره ما كايناش اما نهار اللي كنهضر الاداره العامه الامن الوطني ولا القضاء ما دارش ما لا غير كذبني يقول محمد خولالي كذاب محمد خولالي سوق وخاوي محمد خولالي غير كيخربق محمد خولالي غير كيهضر كيكتفيو باش يعطيو المواقع الفاشله باش يكتبوا عليا ما كتهمنيش والله ما كنقراها الاصدقاء ديالي اللي كيديروا. الا كنعرف هاد الاداره العامه تجد لهاد الاداره العامه الا كنعرف شي مسؤول كيقول انا وانا وقد براسو كيقول حنا دولة الحق والقانون ماشي الحلق والقانون يدير معايا مناظره في اللايف ونتحداه الا ما سكتوش وما عطيتوش الاسرى اللي عنده في الاداره ديالو ماشي غير في الناظور كنتحدى مسؤولين في الرباط عارف الاداره الاسرى ديالهم. وكاين بزاف ديال الحوايج ممنوعين
مرسوم قضائي الا انه ما كيمنعوهمش الاداره العامه ما دخلات ولا الدارك. علاش؟ عندها فائده. مثلا نمشيو المقاهي ديال الشيشه بشتى انواع ديالها هو ممنوع ولكن ما كيدخلوش عليهم. علاش؟ اول حاجه لحقاش كيعرفوا الناس ولات كتمشي كتكمي الشيشه كتوافد. كاينين بعض المحلات ماشي نظلموا كاع كتلقى موالها مخبرين ديالهم فاش كيجي شي واحد بحوث عنه كيخبروه بلا جا الشيشه. نمشيو الخمر، ان الرخصه تبيع الخمور في المغرب كتعطى في الرخصه الى قريتوها وقراوها، يباع الخمر لغير المسلمين في البيران وفي لي ديسكوتيك وفي لي بواط وفي لي بيسري، مع انه ما كيمشيو انه في البيران في غير المسلمين اللي كيشربوا، في غير المغاربه، في غير محمد وفيصل ورشيد وقدر والجلالي الى اخره. علاش ما كيسدوا لهمش داك الشيء؟ حيت دوك البيران هذاك الشراب اللي كيتشرب هذا المغرب ديال عائله ملكيه كتدخل عليهم اموال طائله، وانتم عارفين كتدخل عليهم الفلوس وكيمشيو. نعم سيدي، هذوك الفلوس كيديروا بهم الدعم المخبرين. لحقاش الدوله يعني هي المعلومه كتسوى الفلوس، انه الدوله باش كتدعم هاد المخبرين ديالها وكتدعم هاد العصابه المنظمه، هاد العصابه العابره القارات اللي كتسيرها الدوله المغربيه اللي فيها مجموعه اباطره المخدرات اللي كيديروا المهمه ديالهم هو المخدرات والتصفيه الجسديه واعطاء المعلومات على باقي الشبكات وباقي باقي على باقي الشبكات وباقي الاباطره ديال المخدرات. المهم الاخوان ريفينوكس ما نهضرش عليه، الخوت اللي خمسه تحرقوا في البنكة هذوك الشهداء ما غاديش نهضر عليهم. الخوت هذوك الشهداء هضروا مع العائله ديالهم، قال لك واذكروا امواتكم بالخير، والتقرير ديالهم راه عند المجلس الوطني لحقوق الانسان، وخبروا العائله ديالهم وعارفين شنو فيه بلا ما نديروا احراج لهاد الناس والعائله ديالهم. حيت اتصلوا بيا قالوا لك الله يرحم والديك ما تهضرش على هذا الملف، هذا الملف راه باين شنو فيه. ما نكونوش شكون اللي عنده شي معلومه وشي بغا شي يعرف شي معلومه على الطريقه كيف كيخدموا الاجهزه الاستخباراتيه. نهضروا على الديستي والار جي ولا تجيت ولا بي بي جي، كيفاش الطريقه كيفاش كيخدموا وكيفاش كيديروا يجيبوا المعلومات، ولا كيفاش كيديروا يخترقوا الجمعيات والاحزاب والنقابات داخل التراب الوطني. اللي بغى يهضر معايا في هذا الموضوع نهضر. هو واحد الاخ خالد الترابي مثلا عاون السلطه، كان كيدافع على حقوق اعوان السلطه في الدار البيضاء، كانوا كيستغلوه في معلومات، كانوا رغموه بشي حوايج اللي هو عارفهم. تعامل مع الديستي ملي ما تعاملش مع الاداره ديالو، ما عقلت عليه الديستي للاداره ديالو انه تعزل والدار ودعاهم في القضاء، وانه القضاء حكم للصالح ديالو باش يولي العمل ديالو مع وزاره الداخليه ما نفاداتش هذا القرار. يعني باش نعرفوا انه كاين احتقار قرار قضائي من طرف وزاره الداخليه، من طرف رئيس الحكومه، من طرف والي جهه الدار البيضاء. يعني الخوت ديالنا باش تعرفوا ان هاد القرارات وهاد مسطرة القانون الجنائي وهاد الدستور المغربي وهاد الظهير الشريف وهاد الحوايج غاخو زعبيلات دارهم المواطنين البسطاء كيتحكموا بهم، وداروا هاد الجنسيه كيديروا بها الرجل. باش نكونوا واضحين، المغرب ما كاين قانون، ما عندك الفلوس تقتل الروح تخرج غدا من باب الاخرى، الفلوس والكود بيستول ما عارف، ما عندكش سيرة موتى بن شلال. الاخوان ديالنا شكون اللي بغى يعرف شي معلومه على الديستي ولا الارجي ولا لابي ام بي جي؟ يلا الاخوان نهضروا في هذا الموضوع. اخي محمد، هل يمكن فضح الفساد في الناظور؟ اخويا راه كنفضحوا كنقولوا ها شنو كيديروا، ها شنو كيديروا، كي كيديروا يستغلوكم، ماشي غير في الناظور، في المغرب كامل، باش تعرفوا كي كيديروا يستغلوا المعلومه وكي كيديروا
انه خصكم تعرفوا انه عون السلطه الشيخ ولا مقدم هو مصدر المعلومه ولا العريفه هو مصدر المعلومه لجميع الاجهزه، بينما هو كيربح جوج فرانك وما كيربحوا الملايين، وانه كاينين اعوان السلطه ما كيجوش المقاطعه ما كيديروش الشواهد ناهيك على المخبرين، كيمشيو راهم في جمعيه المعطلين راهم في الحراك كيتخلصوا برا ما عندهمش الحساب في البنكه، كيمشيو عند السي هشام رئيس قسم الشؤون العامه كيتخلصوا عليه، نعطيكم علام كيتخلصوا في كانوا كيتخلصوا على السي الوهابي ودابا كيتخلصوا على هشام رئيس قسم الشؤون العامه اللي كيصبصر في الزويجات اللي كيبيع الزويجات الاباطره. كنهضروا الاخوان على الاستخبارات ما كنهضروش على منعم شوقي والشرامطي، خليونا نهضروا على الناس الصحاح، الناس الصغار ما عندنا ما نديروا بهم، ما بقوش نهضروا ديما على واحد الموضوع، هضرنا عليهم هادوك. يلا الاخوان شي سؤال؟ سي ورخ النظاره ومينو من ناحيه سميتي غا سي ورخ تشاطو ناظور، بيغف غا سي ورخ غوما. التعليقات ومينو فتح الجامع لا ومينو السي الخشادير حسيمه، ولكن قابلني اللائحه فغزي السي اي سي اي سي امريكا ديال جميع المعلومات. يحيى يحيى قطع على المعلم ليليا، هذيك واحد السياسه موضوع ديالها بوحده. وين الاخوان؟ الياس التعماري او العماري، الياس العماري امبراطور مخدرات معروفه عليها خويا. هو اللي هو كيسير من المسيرين ديال المخابرات في المغرب، هو اللي اخترق المخابرات في هو اللي اخترق الحقوقيين والمناضلين في هولندا عن طريق فكري الازرق والمجموعه ديالو. الياس العماري هو واحد من الناس ديال القصر اللي ولات عنده علاقه ولا كيتحكم في مجموعه ديال الاجهزه وما يمكنش يتذكر في اسم ديالو في شي اي محضر رسمي. الا مشات تذكر اسم ديالو بشي طرف كيتعرض للعقوبات والسجن وبزاف ديال الحوايج ويمكن حتى التصفيه الجسديه. تحيه الاخوان، قلت لكم ريفينوكس نساو هذا الموضوع، هضر على الباشا ديال ناظور. الباشا ديال ناظور نعم سيدي، الباشا ديال ناظور كمعروف كيجمع على الكرارس كيجمع على كدا، وتا هو عنده الناس اللي كيخلصهم باش كيعيطوا له فين داروا الفراشه فين كاينه هادي، ولكن هو فاشل في العمل ديالو. الباشا ديال ناظور كيتخلص من البناء العشوائي، هو مع القيد المقاطعه الرابعه راه شفتوا واحد المسألة واحد الوقفه دارت في الناظور هذه شي 15 يوم شنو وقع فيها. قول لينا سميت ديال العياشه اللي خدامين مع لاتجيت، اكيد بزاف الاخوان ما كيصرحوش بالاسماء ديالهم ولكن كاينين بزاف، هذيك غادي ندير واحد لاليست ونحطها في الموقع ديالي، نحطها هنايا في الصفحه ديالي. تحيه الاخت اللي من الدار البيضاء. واحد عون السلطه خالد الترابي كيقول انه مشى للقصر يحط الشكايه بالعميل وانه تم الاعتقال ديالو التعسفي والطرد ديالو. الباشا ديال ناظور خصو السجن، خصكم تعرفوها هذه. واه فعلا الاخت ديالي كيفاش عرفت الانقلاب على الابواب؟ حيت كاين واحد صراع امني، صراع بين الاجهزه الامنيه ولا في لاكابيني رويال، كاين صراع معلوماتي وتكذيب المعلومات في لاكابيني رويال اللي في القصر الملكي، ها كيفاش عرفت؟ ولكن الاسرار كيتسربوا. يا الاخوان زيد
ناضر 60 عام سيدي ما نهضروش على كاع، فيه بعض المخزنين اللي كيمشيو كيصوروا الوقفات ديالكم الاخوان وكيصوروا الوقفات الاحتجاجيه فديال الحراك ولا ديال اي حاجه قبل ما كدار في الموقع، كتكون عند لاديستي وكتكون عند فكري الارجي. غادي ندير لكم التصويره ديال السي الياس حجله مع الشاف ديال الارجي مصور معاه، غنديرها لكم في الموقع الخوت. اخوان هادو المجالس الانتخابيه ما نهضرش عليهم، حنا كنهضروا على الاجهزه الاستعلاماتيه، حيت باش ما نديروش باش ما ندخلوش في تصفيه الحسابات بين الاحزاب. شكرا اخ عبد الحالي علي سرحان. كاين شي سؤال مهم على زهد الدين ولا على فكري ديال الارجي؟ فكري الاسم ديالو باش تعرفوه انه سميكرو سميتو فكري سيبيرا، سولوني الناس على العائله ديالو. خوه مض في السجل المحلي سميتو سفيان، وعنده واحد خوه شفار، ماشي شفار كيسرق تليفونات، لا كيسرق تليفونات، ولكن فاش كيدخل شي اجنبي كيبغوا يعرفوا الكاميرا ديالو شنو فيها ولا تليفون، فكري كيستغل خوه كيصيفطو كيسرق داك التليفون وكيجيبو لهم، بالتالي كيدرسهم كيبحثو كيردوه للاجنبي تيخولو المعلومات اللي فيه. ها انتوما اخوان معلومات على كازا، انا عشت في كازا عامين، ما يمكنليش نقول لكم عليها شي معلومات كبار، نقول لكم على الاداره ديالها. عاش الريف، عاش الجمهوريين المغاربه بشتى انواعهم. كيف تنشئ المخابرات الخلايا الارهابيه وتبقى تتحكم فيها عن بعد الى حين تحتاجها في مسرحيه التفكيك او الاستعمال؟ سؤال امسوم امسوم، سؤال مهم هذا الاخ ديالي ومهم جدا وخصو غادي نهضر فيه. سؤال مهم هذا الاخ ديالي اللي ما غاديش نسمح في كل شيء ونجاوبك على هذا السؤال. هي كدير هاد المخابرات، كدير ثلاثه ولاد البعض الارهابيين كيكونوا ديالها، مثلا كما دارت الزفزافي بأستسمح، ماشي الزفزافي أستسمح، أستسمح الاخوان، أستسمح الفيزازي، أستسمح كما دارت الفيزازي دارتو، أستسمح الاخوان على ديك الزفزافي خرجت، أستسمح الفيزازي، أستسمح الاخوان ديالنا الزفزافي مناضل، أستسمح كما دارت الفيزازي دارتو، مشاو معاه ناس ضحايا، دوك الناس بقاو في الحبس وشتو كيخرج، خرج بالفيلات وبالقصوره وبكذا. هو دار انه دار جماعه متطرفه، تبعوه الاخرين في التالي بالغبيهم، قال لهم اشكون معايا اشكون معايا، بقوا كيراقبوهم كيصوروهم كيتبعوا الارقام ديالهم، جمعوا دوك اللي متطرفين. هاكي كدير، وخرج المقابل ولا كيصلي بالملك، البارح كان ضد الملك ولا دابا كيصلي بالملك. وفوق كل خطبه كيقولوا واطيعوا الله ورسوله واولياء امركم منكم، كيستغلونا بها في الجوامع، امري اوليكم منكم ما كيقصدوش بها الحكام، ما كيقصدوش بها المسؤولين، كيقصدوا بها الوالدين. في الدين هما الاولي الامر، هما اللي كيوكلوك كيشربك، اما الحكام الملك والعائله ديالو ما كيوكلوكش، كيديوك رزقك ديال الذهب، باش نكونوا واضحين. قال لي واحد الاخ فريد تقرطاست كيف كيف، فريد تقرطاست هذاك رجل مخابراتي خطير، هذاك ماشي مخبر، هذاك ماشي ديال الديستي، هذاك خدام مع ياسين المنصوري ومع الياس العماري مباشرة، هذاك راه كيربح فلوس، اللي كيقول لكم هذاك مخبر غير كيخربق، هذوك رجل مخابراتي 100%. هذاك الناس ديال ليسبيوناج، هذاك الدرب على اختراق المنظمات والجمعيات الغير التابعه للنظام الحكومي. الحلال اخوات ديالنا اللي جا سولكم على شيخ اخوكم مسلم ما تعطيوهش المعلومه، اسقاط الجنسيه وتقلبوا على باباهم، تبقاو تغوتوا على 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 البيبان ديال المدير العام للامن الوطني، وعلى اخ النوش، على فناني، على العماري، على فؤاد علي الهمه،
اما كاين غير وقفات عليهم ما قديتوش توقفوه هضروا في الانترنت اللايف الصوت يوصل. المخدرات الخوت باش نهضروا الواقع قال لك هضر على المخدرات وانا هضر على المخدرات اما يمكن لك تجيب الحشيش من الجباله حتى لهنايا الا ما خلصتيش البراجات الا ما كانش كاش الكاش واش يعقل ان تحت الزودياك من القارة وكاع هاد البراجات بلا ما يشوفوك الدولة راه ماشي بيسكليت ولا موبيلة باش الزودياك كتعبر طونوبيلات كاميونات شلا ليسانس من البومبا اشكون كيبيع لهم ليسانس بعد هاد البومبا بعد شكون ديال من البومبا تعلم كيجيبو كيجيبو على افريقيا وعلى زيز ديال من افريقيا راه ديال اخر النوش أرى والله ما تبيع لك شي بومبا الاخرى قليل اغلبيه افريقيا او لا شي بومبا ما تبيع لك ليسانس الا ما شريتيش على اخر نجم باش تخدم الزودياك يا بغيتو تعرفوا وكتبيعوا لك فاش كديروا لك في البرامج فلوس كبار ماشي بالفرانك فرانك ليترو باش نكونوا واضحين اه والله ما عمرتي على يا خنوش على افريقيا بعد ديال الجزائر ما تمشاش تبقى اونبان والبومبات ديال ليساج ديال من ديال المسؤولين المغاربه يعني بغيتي تخدم ليساج تخدم الحشيش خصك ليسانس هو الاول ليسانس تشريع عليهم احمد محاج اخوتي احمد محاج مخبر ديال الدوله عامل مزدوج بين هولندا والمغرب باش نكونوا واضحين كيعطوا له الاعانات كيجيبوا من المغرب باش كيديروا التقارير على الوضع الاقتصادي حيت ما كيفهمش في السياسه هو كبير في الخيريه حول الوضع الاقتصادي باش نكون واضحين الاخوه ديالنا تحيه نضاليه الى جمهور المغاربه خارج وداخل الوطن كيقولوا لي اخوت كذا اخوت ديالنا تحيه نضاليه اللايف المقبل ونهضروا على مواضيع ريفينوكس ما غاديش نهضر عليه حيت هذه واحد المصياده كاين شي ناس كيهضروا بحسن النيه ديالهم كاين يبغاو يطيحوا لي الفخ ديال ريفينوكس انا ما غاديش نطيح في ذاك الفخ حيت انا عارف شنو فيه الاخوان ديالنا تحياتي الى اللايف المقبل غادي نهضروا على الموضوع كل حاجه بالوقت ديالها انا اللي كنختار على من نهضر ماشي بنادم اللي غادي يخيرني يعني كنشوف الاراء ديالكم كنشوف الاراء المتتبعين وكنصفي كنشوف الاغلبيه ديال المواضيع هي اللي كنخرج بها وكل موضوع وهذا النهار علاش درت لكم على هذا الموضوع المخبرين حيت راه في هولندا بغاو يشتوا الحراك خلصوا ناس عطاوهم مبالغ ماليه كبيره باش يشتوا هولندا والمانيا ويخربقوا فرنسا في المسيره ويمشيو يصوروكم يعطوا التصاور ديالكم باش نكونوا واضحين راه طلع ازيد من 100 واحد اللي غادي يكون ازيد من 100 واحد هادو غير مخبرين بلا ناس ديال لاتجيت اللي غادي يكونوا في فرنسا في المسيره باش يدير لكم ايدونتيفيكاسيون باش فاش تجيو المغرب يدار معاكم تحقيق وكنصحكم الاخوان داك الشط ديال فلسطين فاش تكونوا في المسيره طوقوه باش ما يعرفوش شكون من هذا من هذا اي اثم خبي غاتيري من فرنسا ديال المسيره أولي فلسطين أقمح وقلي بس وكني وعقرن بس نخاون أولي غير فرنزيت الدافع تفغ ما مني بس أظن تسخاوضم بس أظن تسرق واتي في المري غسلن ديروا داك ديال فلسطين بس فاش تخرجوا في المسيرة ما يعرفوا هذا من هذا بس تسلوا لهم العقل ديالهم بس نكونوا واضحين راه طلعوا بجموعة وشوفوا البيئة ديال الطيارة في هولندا وديال فرنسا راه عليهم إقبال وكاين اللي مشاو من الباطو وخارجين اليوم من الباطويات بلا ما نذكر فين حيت راه عاطي الاخوان ديالي في اوروبا كيتبعوا انا خارجين في هاد السيمانه باش غادي يراقبوا المسيره ديال باري باش قلت لكم ما تعطيوش المعلومات باغيين يخترقوكم في باري والتحيه الاخوان تحيه لداليا لا عون يثما ار لايف المقبل وحراغ وسامح ما يتشكاك كني وخا المتابعة الوم قاو حرق يحسن العون قاو تصغبوا مليح الظروف بلا ما يقشخ العائلة الناس يقشخ فاميليا الناس
تحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر.